team. And that's happening now and continuing. And we said that to put the sentence in the present continuous لازم يكون عندي حاجتين. ايه هما؟ ها؟ verb Where? verb to be plus verb ايه plus verb ing. يبقى how do we form محمد؟ How we form ازاي بخلي sentence عندي in the present continuous I must have verb to be plus verb ايه ing. I cannot ما ينفعش اقول Sarah is drink. That's incorrect. ده غلط. لازم اقول Sarah is drinking now. Okay. طيب عايزة اقول احمد and علي sleeping. يبقى احمد عند علي are sleeping. لازم يكون عندي two parts together. دي لو الجملة عندي ايه يا محمد positive. لو الجملة عندي ايه positive يعني مثبتة. يعني can you read this one يا محمد؟ محمد number two. يلا يا محمد ويدي حبيبي. ها watching watching television television. TV. الجملة دي positive affirmative مثبتة. طب انا عايزة انت عايزة اقول لا انا مش بتفرج على التلفزيون. انت بتفرج على التلفزيون دلوقتي يا محمد؟ No. يبقى هقولها ازاي بقى؟ مين عارف؟ If you know raise your hand. اللي يرفع اللي يعرف يرفع ايده بسرعة 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 بسرعة. ها ايه ادهم عارف؟ اقول له ازاي هنا؟ كمل اقول يا محمد انا ايوه يا ادهم انا معاك. ها هنسيب ال هنشيل حاجة هنشيل حاجة مش هنشيل حاجة. we are watching طب أنا عايزة أقولها نيجاتيف. عايزة أقول لا أنا مش بتفرج على التلفزيون. أنا قاعد في السيشن أهو والله. we are we're لا تعرف يا محمد we are مين عارف يا محمد؟ انا ناصر. Come on help me out yes help me. عايز اخلي السنتنس دي نيجاتيف. هقولها ازاي؟ هقولها ازاي؟ عايز we aren't watching TV. اكسر يا محمد. محمد عمل ايه هنا يا ادهم؟ خلى verb to be negative. ازاي؟ عشان اخلي الجملة negative يعني بقول لأ. هقول we aren't watching TV واسيب كل حاجة زي ما هي. انا بس بزود النوت ل verb to be. we aren't watching TV. اوكي طب تعالي نشوف السنتنس اللي عندنا التانيين. هل السنتنس دي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ he isn't sleeping. محمد محمد نمبر 2 السنتنس دي الجملة دي بوزيتيف مثبتة ولا نيجاتيف؟ يلا يا محمد انا عايز اسمع صوتك ان هو مش سامع صوتك خالص. ها هيا محمد بقول علينا ان السنتنس دي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نه نيجاتيف. اكسلنت عندي النوت اهو. he isn't sleeping صح. هو زي محمد ناصر. محمد ناصر sleeping. he's awake اهو. اكسلنت يا محمد. I'm not reading. هيا يا ادهم this sentence يا ادهم positive ولا negative؟ I'm not reading. ليه negative. well done excellent boys. they are cycling. هيا محمد يا ناصر this sentence positive positive ولا negative؟ positive excellent يا محمد. طيب في حاجة عندي بقى اسمها spelling rules. اسمها ايه يا محمد number one number two؟ spelling rules. يعني ايه spelling rules؟ عشان اعمل adding عشان اضيف ال ing
لازم اخلي بالي من شويه حاجات. ايه هما؟ تعالى كده نشوف شويه فيربس كده ازاي نحط لهم الاي ان جي. تعالى نشوف فيرب زي watch عادي جدا، مش حاجه زي فوق كده، وفيرب زي run اوكي، وفيرب زي bake، bake يعني يخبز، وفيرب زي ride، ride يعني بيقود زي الدراجة. watch مفهوش أي حاجة، هاجي عند watch وأعمل double ing عادي جدا. تعالوا نشوف run، ركز بقى محمد وأدهم، ركزوا جامد أوي أوي أوي. open your eyes wide، افتح عينك كده جامد، open your eyes wide and in your ears، ودي ودانك بسرعة، قرب كده على الشاشة، عايز أقول حاجة مهمة. run، عارفين ايه هما ال vowels؟ عارف ايه هما ال vowels يا أدهم؟ أدهم عارف يعني ايه هما ال vowels يا حبيبي؟ باو ال vowels، عارف ايه هما ال vowels؟ طب محمد عارف ايه هما ال vowels يا محمد؟ محمد نمبر 2؟ مش عارف؟ لا طب محمد نمبر انا 1؟ عارفه، انا عارف ما انا الاي عارف. والاي والاي والاو. بصوا بقى، في حاجة عندي اسمها ال vowels. الباوز دي بالعربي يعني حروف متحركة أو ليها أكتر من نطق. انا عارف يا مس، اكسلنت حبيبي. إيه هما الباوز دول؟ ركز معايا يا محمد أنت وأدهم. هما الـ A والـ E والـ I والـ O واليو والـ U. دول بقول عليهم إيه؟ باوز، بقول عليهم إيه؟ باو محمد وأدهم لازم نشارك أكتر من كده شوية، بقول عليهم إيه؟ باو vowels، بقول عليهم vowels. تمام اوكي. طيب ال vowels دي اللي هم ايه تاني؟ الـ I والـ O والـ E والـ N وال O و U. تاني، بقول عليهم ايه؟ continue، let's continue. يبقى احنا كنا بنتكلم عن الباولز، مين هيفكرني بالباولز؟ يلا يا ادهم. Fouls الـ I والـ O والـ N والـ E و U. ال A وال E وال I وال O وال U الباولز تاني. برافو عليك يا ادهم. الباولز اللي هما ال A وال E وال I وال O وال U. تمام. طيب انا لما يبقى عندي فيرب زي run قبل الحرف الاخير عندي ايه؟ هيا يا محمد بص كده، عندي ايه قبل الحرف الاخير؟ يو يا مس، اليو. اليو ده بقول عليه ايه؟ فاولز. vowel. عندي vowel واحد ولا two vowels؟ لا انا عندي وان. عندي one vowel. عشان احط له ال ing لازم اعمل ايه؟ لازم اجي عند الحرف الاخير ضعف الان. يبقى running. بص تاني كده يا ادهم، نعمل الان دبل. بص على الفيرب ده كده. ايه الفيرب ده يا ادهم؟ swim swim. في ايه عندي على swim بينتهي بقى ايه؟ بالام. في ايه قبل الام يا محمد يا ادهم؟ or الاي ده قلنا عليه ايه؟ فاول. قلنا عليه ايه؟ when فاول. قلنا عليه ايه؟ so فاول. تمام. طيب انا بقى عشان احط الاي ان جي لازم اجي عند الحرف الاخير واعمل له ايه يا محمد؟ طالما عندي فاول لازم اعمل ايه؟ ها، لازم اعمل دبل للحرف الاخير وبعد كده احط الاي ان جي. يبقى انا بعمل دبلينج امتى يا محمد؟ لما يكون عندي vowel before the last letter، لما يكون عندي ايه؟ vowel، vowel واحد بس. يعني بصوا كده على ايد محمد ناصر، ايد فيها كام vowel قبل الحرف الاخير؟ برضو. لا في اثنين.
في two vowels يبقى مش هعمل double انجليزي، هحط بس I ان دي عادي خلاص. لكن stop، ها بص على stop كده يا محمد. هنعمل ستوبينج، هنحط كمان بي ليه هنحط double B؟ عشان عندي عشان في vowel فاول قبل ال before the قبل ال last letter، عندي vowel قبل الحرف الأخير، vowel before the last letter هتبقى stopping. تمام، يبقى أول spelling rule عندي عشان أحط ال ING أخلي بالي اوكي. من الحرف اللي قبل الأخير. لو هو vowel يا محمد اللي هو ال A وال E وال I وال O وال U، هعمل doubling، هعمل doubling لل last letter، هعمل doubling لل last إيه؟ letter. ايه خلاص؟ طيب ده أول spelling rule لما بعمل doubling. بصوا بقى ال verb ده، verb ride يعني زي يقود، ride a bike. ride ده بينتهي بإيه أدهم؟ ride ride بينتهي بإيه؟ بحرف الإيه؟ الاي الإي. عشان أحط له اي ان جي، الإي يا محمد، محمد نمبر 2، الإي والاي ان جي دي هاف فايت، متخانقين، ما بيجوش مع بعض، على طول متخاصمين. عشان احط اي ان جي لازم اشيل الاي، لازم اشيل الايه، الاي. تبقى رايدنج زي فيرب رايت، يكتب رايت اخره ايه؟ رايت اخره ايه يا محمد؟ محمد نمبر 2، رايت اخره ايه؟ كان ينفع اكتب كده؟ كان اكتب لك this one، can I write writing like this one؟ Is this correct or incorrect؟ هل ده صح ولا غلط يا محمد؟ غلط. ليه؟ Because I have a that's wrong، that's wrong، because I have an E before the last letter، so I have to cross the E to put the I. Okay؟ يبقى احنا عرفنا two spelling rules، two spelling rules عشان نحط ال ING. يعمل doubling، يعمل doubling لو عندي vowel before the last letter هعمل doubling، أو لو عندي E هشيل ال E to put ING. تمام؟ تمام؟ مس Yes عايز اقول حاجه، قولي حبيب. هو لما يكون مثلا زي ستارت start، تعالي نكتب start مع بعض. هنقول ستارت دينج من غير ما نزود اي حاجه غير اي ان جي. ليه بقى؟ عشان بص ال A في R الحرف الأخير عندي T. تمام؟ طب ايه اللي قبل ال T R؟ هل ال R ده vowel؟ No. يبقى هحطه ING عادي. في E في آخر start، start في آخرها E، No. يبقى هحط ING. تمام؟ Okay. في أي حد تاني عنده أي question؟ No. Excellent. طيب في بقى كلمات، لما بشوف الكلمات دي بعرف ان انا في البريزنت كونتينس، انا عارفه ان محمد ناصر عارفها. ايه هما الكلمات دي يا محمد؟ بتساعدني اعرف الاكشن ده بيحصل دلوقتي. now now وايه كمان؟ where now now يعني الان، كلمه now وكلمه look وكلمه listen اسمع وكلمة at the moment، at the moment يعني في هذه اللحظة، وكلمة today. يبقى أنا لما بشوف الكلمات دي بعرف إن أنا في ال present إيه؟ continuous. يبقى لما ألاقي continuous. كلمة now الآن يعني معناها ال action is happening now. Miss Hiba is talking now. Look محمد is sleeping. أنت نايم يا محمد؟ Look محمد is sleeping. Listen my brother is singing. My brother is singing. My mom is cooking at the moment. My mom is cooking at the moment. Okay? I'm going to the cinema today. I'm going to the cinema today. Okay? يبقى يا أدهم ايه هي ال words؟ When I see these words، لما اشوف ال words دي
I know أو it helped me بتساعدني to know that I am in the present continuous. ها هي كلمات In كده know, look, listen listen, today, at the moment today. at the moment. يلا يا محمد، محمد نمبر 2، يلا ها read with me. What are the words that help you to know عشان تعرف انت في present continuous ها؟ قولي يا محمد يلا حبيبي ها now ها Now look listen let listen listen at the moment and moment the moment a ها moment duty today يلا محمد يا ناصر ها يلا حبيبي I take the rhythm now. I'm taking Look at the tree. look at the tree. Okay, there's no action here, but okay, look at the tree. Or look, the monkey is swinging on the tree. Huh. مثلا look at the horses are running. Look at the horses. They are running. Excellent, Ya Muhammad. Excellent. Well done, Ya Muhammad. Well Listen. done. You should listen to your mother now. Yeah. To your mother. You should do that always. But would you like to play a game? أخيرا حاجة بجوك. ما في تلعبنا كتير قوي يا محمد. طيب دلوقتي who would like to be a doctor؟ مين عايز يبقى الدكتور هنا؟ مين عايز يبقى دكتور لما يكبر؟ Who wants to be a doctor؟ كلكم هتبقوا دكتورز دلوقتي. بص بقى محمد وأدهم ومحمد دلوقتي السنتنس دي فيها رونج فيها ميستيك، انت هتفحص الميستيك ده بالسماعة وتطلعه لي وتقول لي ايه هو. يلا محمد يا ناصر the first one. I am اسم playing I am playing in the game. ايه مش playing playing؟ برافو عليك. يلا يا أدهم اقرا كده يا أدهم، ريد يا حبيبي ها. She watching a movie. It as a cine. سينما. She's okay. المستيكة ان احنا ما عندناش ايه؟ ايه هو قال هنا she watching، ينفع اقول she watching؟ نو يبقى لازم اقول she ايه؟ وات احنا قلنا لازم يكون عندي verb to be و ing، لازم يكون عندي am is are و verb ing، بقول she ايه؟ وات فين verb to be اللي بعد she يا ادهم؟ فين verb to be يا حبيبي؟ احنا قلنا لازم يكون عندي am is are plus verb ing. طب هنا هو جاب لي ال she، جاب لي subject وجاب لي ال verb في ing. طب فين verb to be؟ فين بقى راح فين؟ لازم نجيبه، يبقى she is watching. تمام يا محمد؟ تمام يا أدهم؟ أدهم ما احنا قلنا ال verb عشان يكون في البريزنت كونتينيوس لازم يكون عندي ام او از او ار والفيرب يكون فيها ان جي. يلا يا محمد نمبر 3 زي say زي is ايوه this visiting many their is parents. They is visiting their grandparents. this ينفع أقول they is يا محمد؟ Yes. ينفع أقول they is؟ ينفع أقول they is؟
متأكد؟ فاكر verb to be يا محمد؟ ايه هو verb to be قلنا؟ verb to be ده اللي هو ال am وال is وال are. verb to be ده اللي هو ايه يا محمد؟ لا ما ينفعش اقول طب فيه. ماشي، ما انا هقول، هنقول اهو verb to be ده اللي هو ايه؟ am ال ايه وال ام وال ايه is وال وال are. اي وال are اوليو. محمد يا حبيبي، verb to be اللي هو am و is و are. verb to be ده اللي هو ايه؟ ام am. واس واو. طيب احنا قلنا am بتيجي مع subject الفعل I، فبقول I am. تمام. قلنا is بتاخد ايه؟ he she و it. يعني هقول محمد is عشان هو he، هبة is عشان هي she، the cat is white عشان هي it. يبقى he و she و it بياخدوا is. he و she و it بياخدوا ايه يا محمد؟ This. is. طب لو عندي plural، لو عندي جمع زي they و we و you، they يعني هم و we يعني نحن احنا و you يعني انت، دول هياخدوا ايه؟ are. دول هياخدوا ايه يا محمد؟ Oh. طيب يبقى ينفع اقول they is visiting؟ لا ليه؟ عشان they بتاخد ايه يا محمد؟ هاي يا حبيبي، عشان فيه they بتاخد ايه؟ are. they دي بتاخد ايه؟ أور are. فعشان كده الجملة دي فيها mistake، فيها غلطة. ايه المستيك اللي عندي؟ ان they are visiting their grandparents. يلا محمد ناصر، نايمس. يلا حبيبي. ها نعمل the last one. You aren't. You not listening. Aren't. You are not listening. في هنا ناقص Aren't. verb to be. Excellent يا محمد، well done يا حبيبي. Well well done. Brilliant. You aren't listening to me. You aren't listening. Okay. يبقى today احنا خدنا ال present continuous. خدنا ايه يا محمد؟ Present continuous. قلنا ال present continuous ايه يا محمد؟ number two، action is happening now. action بيحصل امتى؟ يا ابني speak up with me، قول معايا. ها action happening now. action happening. انا زعلانة منك جدا يا محمد. محمد نمبر 2، زعلانة منك قوي. انت مش بتقول معايا. يلا يا ادهم، يلا يا محمد ناصر. قلنا ان ال present continuous the action happening Now, action happening now. and still in progress. and still in progress and still continuing. okay Action happening now and still in group. excellent. ازاي بحط ال verb؟ ازاي بتكون عندي ال verb formation؟ ازاي بعمل forming لل verb؟ لازم يكون عندي verb to be اللي هو am و is و are وال verb plus ing. دي ال positive. عايز اخلي sentence negative يا ادهم، هقول am not isn't و aren't. طب ايه هي ال keywords؟ ايه الكلمات اللي بتساعدني ان انا اعرف ان انا في ال present continuous؟ now و look و listen و at the moment و today. okay وما ينساش اول حاجه شرحناها اوكي خالص ان هو السنتنس ستراكشر. ازاي بعمل سنتنس؟ يعني لازم يكون عندي سبجكت اللي هو the doer of the action اللي بيعمل اكشن. هو ممكن يكون نيم هبه، محمد، ادهم، علي. okay او ممكن يكون سبجكت بروناون زي هي وشي وزي ويو. دول كده السبجكت بروناون. كمان اتكلمنا عن ان after the subject I must have a verb. any sentence in English يكون ما فيها subject و verb. وقلنا ال verb هو ال action word، كلمة في action زي run و eat و play. this what we have taken today. مين فيكم يعني there is something that you don't understand؟ ايه الحاجة اللي انت مش فاهمها او مش عارف؟ No, مش محمد، not محمد نمبر anything. 2. Nothing. well الحمد done لله. يا محمد ناصر، well done يا حبيبي، brilliant. ادهم حبيبي، ادهم if there is Yes. something that you don't understand يا حبيبي، اي حاجة انت مش فاهمها؟ No. ان شاء الله محمد ناصر next time we'll have يعني
time to play بس النهارده اخذنا وقت عشان turn on the camera, turn on the mic. بعد كده يا محمد when you enter the session turn on the camera and your mic please. Okay, I'm gonna see you inshallah next Tuesday. I'm gonna miss you till then. Bye يا محمد. Bye sweetheart. Bye يا دودو. Bye أدهم. Bye يا محمد. Bye guys. See you next time inshallah.